الحمد لله على السلامة الأول. الحمد لله الحمد من لله، الله يسلم. طبعا تجربة تدريب نادي النور في السعودية، كانت تجربة جميلة ومفيدة جدا. الناس هناك يعني كانوا أحسن حاجة، يعني بصراحة يعني قضيت فيها فترة سنة كانت كويسة جدا. كنت بتفق معهم، طبعا اللي كان اتفق معايا رئيس الجهاز اللي هو هم هناك بيندهوا بالابن، يعني أبو حسن اللي هو كان رئيس الجهاز، واتفقنا على ان احنا نعمل مشروع لفريق جديد، خصوصا ان عنده اهم 3 لعيبه في السعوديه، مش في عنده بس في النور، مشوا من النادي. فكان بنتشغل على مشروع جديد، وكان معاه جهاز كويس قوي، كابتن هاني محمد من مصر ده كان المساعد بتاعي، ابو احمد الطيب اللي هو كان مدير الاداري. فالتشكيله هناك كانت الحمد لله كويسه، قدرت الحمد لله بعد ما كان الاتفاق ان احنا بنشتغل على جهاز على فرقه نطلع بيها بس السنه دي نعمل خامس سادس، الحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا حتى نهايه الموسم خدنا تاني الدوري وخدنا تاني كاس وتالت النخبه، وده اعتقد ان هو انجاز، وخصوصا ان انت بتشتغل في نادي كبير، نادي له اسم عريق، نادي النور. جمهوره جمهور جميل وذواق، فاهم كويس قوي في كره اليد، بيتناقش معاك باستمرار، فبتحس ان انت جوه اسره كره اليد في نادي نمره واحد عنده هي لعبه كره اليد، هي اهم لعبه عنده. فكنت سعيد بالتجربه، سعيد بالناس اللي كانوا هناك، سعيد بلجنه الحكماء. على فكره عندهم لجنه حكماء ناس كبار بيتناقشوا معاك دايما، فالناس دي كانت يعني على تواصل دايما، فالتجربه في حد ذاتها كانت تجربه حلوه الحمد لله.